اهلا وسهلا بحضرتكم مره اخرى مع السيده سعاد حلمي رئيس حي وسط الاسكندريه بقى لشهر ونص فقط عشان كل شهر فقط شهرين شوف محمدين شهرين فاهلا بيك يا فندم شرفتينا والسيده ماجدة عبد الحميد رئيس حي النزهه بمصر الجديد اهلا بيك يا فندم بقى له سنه ونص فيعني ناخد بس فكره كده حضرتك من انت انا سؤال سعاد سعاد لحسين فهمي انا سعاد حلمي مهندسة اشتغلت بداية حياتي كانت في حي وسط والله شغلت 5 سنين ونص مدير إدارة الكهرباء في حي وسط بعدها مسكت مدير شؤون هندسية في الحديقة الدولية بعدها مسكت مدير إدارة الكهرباء في حي شرق وبعدين عملت أول مركز معلومات في حي على مستوى الجمهورية وبعدين عملت أول مركز تكنولوجي أول مركز في حي على مستوى الجمهورية تمام وبعدين عملت أول مركز تكنولوجي لخدمة مواطنين على مستوى الجمهورية كان في حي شرق برضو بعدها بقيت مدير عام مركز معلومات المحافظة وبعدين رئيس حي وسط كويس وحضرتك أستاذة ماجدة مش مهندسة سعاد قالت لنا ملخص كده تمام حضرتك أنا بكالوريوس تجارة اتعينت في وزارة الزراعة أول تعييني اشتغلت في شؤون عاملين وبعدين انتقلت لحي مصر الجديدة لقرب من سكني اشتغلت في العمل الميداني إدارة الأسواق وبعد كده سبت إدارة الأسواق اتنقلت إدارة التخطيط إدارة الأسواق دي يعني مسؤولة عن أسواق مصر الجديدة مفتشة تمام. أسواق لتنظيم العمل فيه. في حي مصر الجديدة كويس بعد كده مسكت إدارة التخطيط سبت إدارة التخطيط مسكت مدير متابعة ميدانية كويس وبعدين مدير متابعة ميدانية ومساعد رئيس الحي وبعدين نائب رئيس الحي وبعدين رئيس حي النزهة انت ايدك في الحكايه من بدري خالص انا هو الموضوع من بدري سنه 80 من سنه 80 يعني بقالك مش هنقول بقى السنه مش هنجمعهم ما فيش ده يعني بقالك حوالي 7 سنين ماسكه حاجه كده يعني طيب المحليات ماساه كبرى باعتراف الدكتور زكريا حسن ان الفساد فيها للركب عايز بس تعليق منك على الفساد وتعليق من استاذه ماجدة أنا طول عمري أقول الفساد ليس محليات وليس مؤسسة الفساد أشخاص إنسان بيعايز يعمل حاجة غلط بيقابل موظف عنده استعداد إنه يعمل الغلط وبيجتمعوا مع بعض فهو أشخاص وليس مؤسسات لكنه توغل في هذه المنظومة المحليات توغل ولا أنا غلطان يمكن لأن المحليات هي مرتبطة بكل شيء على وجه الأرض يعني على مع العقارات مع التراخيص لممارسه الانشطه فكل ما هو على وجه الارض فعشان كده بيبقى ظاهر لكن زي ما بقول لحضرتك يعني لو حضرتك قاعد في مكانك بتشتغل وجي حد طلب منك حاجه وسط الحد وده نوع من انواع الفساد طبعا فالفساد موجود في كل المؤسسات لكن بارز قوي في المحليات لان هو المحتك بالمواطن مباشره. طيب خلينا نسال بقى ماذا طلب من حضرتك حين عينتي رئيسه لحي وسط الاسكندريه؟ يعني مين رئيسك المباشر؟ المحافظ. 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 ماذا طلب منك المحافظ الاسكندريه الحالي؟ تمام. طيب. تمام. يمكن انا عشان كنت موجوده في المحليات في مركز معلومات فكنت دايما داعمه لمتخذ القرار. طيب. موجوده. داعمه لمتخذ القرار. فانا تمنيت ان انا اكون متخذ القرار عشان اوصل او اعمل حاجه ما حدش عملها. كويس. تمام. طيب. فبصفتي ان انا عملت اول مركز معلومات، اول مركز تكنولوجي كان من اهدافي ان انا اعمل اول حي نموذجي يبتدي الناس تقتد بيه. وعرضت الفكره وسيادة المحافظ اقتنع وقال لي وريني شطارتك. طيب الحي النموذجي هنقف عند الحي النموذجي دي ونرجع ليه استاذة ماجدة. اتفضل. ماذا طلب؟ نفس السؤال يعني لما تعينتي حضرتك رئيس حي
قعدت في اجتماع مع محافظ القاهره؟ لا فندم، هو احنا عندنا نواب مظبوط المنطقه دي والمنطقه دي في محافظ القاهره بالذات. محافظ القاهره بيرقص الكل، النواب دول مظبوط. فالتعليمات باخدها من سياده النائب بناء على تعليمات سياده المحافظ لي. طيب كويس. يعني انا بقى اصل بتجيب لي ارتكاري حكايه التعليمات دي، يعني انت حضرتك بقى ايه الرؤيه اللي حطيتيها وطرحتيها على السيد نائب المحافظ عشان تنجزي شيء ما في عملك؟ هو الحقيقه انا بحب جدا العمل الميداني. بحب جدا انزل الشارع، الاقي مكان متبهدل اوضبه كويس. ما احبش انزل والاقي فيه حاجه قدامي مش صح واسيبها. فانا طول الوقت صراحه شغلي ميداني كويس. فلما بتصادفني مشكله بلجأ لسياده النائب، ما صادفتنيش اديني بشتغل والحمد لله لحد دلوقتي. عندك سلطات ايه كرئيس حي؟ يعني ما هي السلطات دي؟ الناس تحب تعرف رئيس الحي ما هو دوره بالظبط في الحي؟ فندم هو يعني مع احترام لحضرتك سلطات رئيس الحي برضو محدوده. كويس، انا ماليش دعوه. هي سلطات محدوده ومتكتفه. محدوده ومتكتفه. متكتفه بقرارات، متكتفه يعني باوامر. يعني تيجي عايز تصلح الشارع يقول لك اصل الاسفلت، اصل الدراسه المروريه، اصل الميزانيه، اصل دوت، اصل ما فيش اصل ما فيش فلوس لده، المشروع ده يعني ما ينفعش، الموضوع ده مش دلوقتي، اصل ده مديريه الطرق هي اللي مسؤوله، اصل كده. فمش كل الصلاحيات في ايدك عشان حضرتك تاخد قرار نهائي في موضوع كل الخيوط مش في ايد حضرتك، هي بعضها في ايد حضرتك وبعضها في ايد ناس اخرى. دي بت 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 بتعجز، فدي بتعجز رئيس الحي في انه ينفذ سلطه. طيب نرجع لبقى فكره الباشمهندسه سعاد في الحي النموذجي، ازاي بقى؟ يعني عايز تعمل ايه؟ حي نموذجي ان انا عايزه المواطن يحس ان الشارع ملكه فيجب ان يحافظ عليه، ان المواطن والموظف يحسوا ان لو انا عندي موظف بيقال عليه انه فاسد يبقى لازم المواطن يحس ان لو دفع او ما دفعش هيطبق عليه القانون، يبقى غصب عنه هيبتدي يقول طب انا ما ادفعش. يبقى اول حاجه العداله بقى. تمام، احنا بنتكلم في العداله بقى، الناس كلها تتساوى بالظبط كده. ده ليه ورق يخلص، ده ليه مشكله تتحل بصرف ده النظر، ده غلطان يتحاسب. مواطن غلطان يطبق عليه القانون، موظف غلطان يطبق عليه القانون. تقابلك بقى عواصف ورياح وحاجات زي كده؟ تقابلك مشاكل كتير. احنا عندنا سياده المحافظ ماشي بمبدا ان رئيس الجمهوريه أعطيله صلاحيات رئيس الجمهورية في المحافظة. مظبوط. فأنا رئيس جمهورية اسكندرية، وبالتالي هو قال لرؤساء الأحياء أنت محافظ داخل حيك، فكل صلاحيات يعني المحافظ، يعني هو نقل السلطات بتاعته برضو بالتالي لرئيس الحي. رئيس الحي هو المحافظ داخل حيه، يحق لي أنه يدير مجموعة العمل بتاعته، يحق لي أنه يوزع ميزانياته، يحق لي أنه يعظم موارده، يحق لي انه يكافئ او يجازي. فاعطي الصلاحيات اللي تخص المحافظ اعطيها لرؤساء الاحياء. كويس. فبالتالي لك رينج من الحريه ان انت تتحرك. يعني انت عندك مساحه حريه اكتر ما عند الاستاذه ماجده. انا عندي حريه، عندي حريه اتخاذ يعني قرار. يعني تستطيع ان تنجزي. عندي حريه اتخاذ قرار. عندي حريه ان انا اعرض على سياده المحافظ انا هعمل كذا ومحتاجة 1 2 3 4 يدعمني في انه يديني 1 2 3 4. 1 2 3 4 دي بقى يا باشمهندسة بناء على ايه؟ على دراستك للحي وعلى فكرة الحي النموذجي؟ على الاتنين. على الاتنين. اولا يعني انت لما عينوك رئيس حي قعدتي عملتي خطة؟ طبعا اكيد. خطة حضرتك أكيد. اللي عملتيها عرضتيها على سيادة المحافظ؟ اكيد. يعني انا كان هدفي مشاكل الحي معروفة، اللي هي بداية معروف النظافة، نمرة 2 الإشغالات،
نمرة 3 العقارات المخالفة. دي الثلاث حاجات الاسكندرية ومصر كلها، الحاجات الأساسية اللي في أي حي على مستوى الجمهورية. تمام. كانت تراكمات القمامة لا حصر لها، إشغالات كتير جدا، مباني مخالفة ما تعدش. فخطتي ما كانتش إن أنا هركز على كله في وقت واحد، أنا هشتغل كله، لكن تركيزي ركزت في البداية على تراكمات القمامة إنها تنتهي. علشان المواطن يحس إن في تغيير حقيقي. ألغي التراكمات وبعد كده أشتغل على الإنتاج اليومي من القمامة. ودي الحمد لله نجحت فيها، التراكمات اتزالت لكن شغالة على الإنتاج يعني اليومي. أنت وجدتي الإمكانيات موجودة لكن التنظيم ما كانش موجود. وفي نفس الوقت ولا منقولش؟ يعني هو الإمكانيات موجودة وتنظيمها تمام، لكن الإمكانيات غير كاملة. خدنا صلاحيات، يعني احنا عندنا شركة نظافة إمكانيات محدودة، فبالتالي أصبح في تراكمات. خدنا كان دايما اللي احنا بنعمله ان اللي ينزل يتابع يعمل مخالفة للشركة عشان ما شالتش مخالفة للشركة وهكذا. خدنا القرار لا احنا مش هنعمل مخالفات، احنا هنساعد الشركة ونشيل على حساب الشركة. تمام كويس. تمام. امكانيات الحي زائد امكانيات ان انا ممكن اجيب مقاول يجيب لي عربيات ويجيب لي سواقين ادعم بيها، بحيث ان الشركة تبقى شغالة في جزء وانا شغالة على حسابها بس في جزء تاني، عشان يتم عشان انجاز حقيقي، اقدر انجز وان الحي بالكامل اقدر انجز فيه. ودي خدنا الموافقة، قعدنا مع الشركة ناقشنا معاها، احنا هنشيل بدل ما بنعمل لك غرامات وبنخصم منك، لا احنا هنشيل على حسابك. يعني اقدر اقول من خلال تجربة حضرتك خلال الشهرين دول ان المسألة مش بس مسألة امكانيات وحسن تخطيط. حسن تخطيط وبعدين قوة في اتخاذ القرار وطبعا وعدالة في المسألة. بالظبط كده. فهنسألك بقى، تعرضتي بقى لمواقف بقى ناس عايزة وساطة وناس عايزة رشاوة، وهنسألك السؤال ده جاهزي له بقى. طبعا. استاذة ماجدة بقالك يعني سنين في الحي. تمام. انت عندك حدود لسلطاتك، لكن انت انجزتي في ناس كتير قالوا في الوزن، ازاي استطعتي بامكانياتك المحدوده وبسلطاتك المحدوده انك انت تعملي انجاز حي النزهه؟ هو حضرتك الامكانيات المتاحه عندي اشتغلت باقصى درجه من الجهد، ولو قلت لحضرتك ما كنتش بروح عشان انجز ما يمكن انجازه بإمكانياتي المحدودة. أنا كنت بنزل الساعة 8، ممكن أرجع بيتي الساعة 11، ممكن أرجع بيتي طول النهار. أنا في خدمة المواطن، تليفوني وموبايلاتي أنا اللي برد عليهم، ما بخليش مديرة مكتبي هي اللي ترد، عشان أخد أستنبط من المواطن مشكلته إيه وأنزل الشارع عليها. تنزلي؟ يعني لو كلمك فلان الفلاني يقول لك عندي مشكله في الشارع الفلاني تنزلي؟ طبعا يا فندم طبعا. حضرتك كان في لسه النهارده ناس بيشتكوا ان في شارع ما حالته سيئه جدا، نظافه وتراكمات فيه وحاجات كده، ما قدرتش استنى، انا نزلت من بيتي عليه وجبت معداتي الاودر عربيه مساعديني عمال ووقفنا لحد ما خلنا الشارع زي الفل. في كمامه كتير. تمام. وحضرتك يعني ميدانيه. ازاي فاتك الشارع ده مثلا؟ هو ما فاتنيش، هو انا فعلا بشتغل فيه، بس سلوك المواطن صعب جدا. يعني انا عندي مشكله بوابين العقارات، ما بيردوش يدوا القمامه بتاعتهم للجمع السكن عشان ما يدفع لهمش ال 10 جنيه اللي بيدفعوها، فبيرموها لي في الشارع، فبيحصل التجمع ده. اجي انضف النهارده اخلي المكان نظيف جدا، مفيش، على اخر النهار الاقيه شنط رهيبه. طب حل بقى الحكايه دي، الحكايه دي موجوده في كل الاحياء. انا عملت ضغط. تصور لحل المساله دي؟ هو انا عملت ضغط، عندي شارع اسمه شارع عبد الحميد بدوي، تم تطويره، فكان عندي مشكلة بعض بؤر القمامة فيه. فأنا بقيت متضايقة جدا ازاي الشارع اتطور واتصرف عليه المصاريف دي وما زال بترمي فيه قمامة. كويس.
فترصدت الموقف وقفت في الشارع ومعايا الناس ودارينا كده نشوف هو ايه اللي بيؤدي لده، لان برضو البوابين بيمنعوا بتاع الجامع السكن يطلع العقار، ويتفقوا مع سكان العقار ان هم هياخدوا منهم قمار في سبيل ان يدفعوا لهم الفلوس اللي هيدفعوها. حلو دي كاو حلو. فلقينا بقى حطها كده على راسها وماشيه بيها وجت وراحت حطها. ماشي. رحت ماسكاها قلت لها بس انا وانت بقى وتعالي للشرطه. والله يا فندم ومش والله، قلت لها فيش ما فيش، هاخدك اوديك الشرطه. ازاي انت مش شايفه شكل الشارع؟ قالت لي ما هو الراجل ما بيجيش. قلت لها تعالي معايا وريني الراجل ازاي ما بيجيش. الراجل ما بيجيش ياخد من عندك؟ لا ما بيجيش. جبت بتاع الجامع السكني وجبت بتاع الرصد البيئي ومشينا معاها لحد العقار ودخلنا العقار. السكان قالوا لا هي بتقول ما تدخلهوش وانا هاخد منكم، فاحنا بنديه. فاتضح انها اصل المشكله بالظبط كده. فانا عماله بقى تتبع كل ما الاقي مشكله في جامع القمامه. شوف يعني الدقب. ايوه بالظبط كده بالظبط كده، لاني بصراحه منظر غير حضاري بالمره. لا ومش احنا ما كناش كده ابدا يعني. ما كناش كده ابدا ما كناش كده. لا استاذه ماجده، استاذه سعاد، باشمهندس سعاد، اخر سؤال بقى، تعرضتي لمواقف صعبه في شغلتك؟ يعني اكيد طبعا وساطه وبتاع وكده. بس الواحد بيحلها بلباقه. يعني في يوم صحفيه، احنا عندنا المواطن لما بيركب حديد قدام البيت والحدايد ممنوعه طبعا، اما كنا بنشيل الحدايد بترجع تركب تاني. فعملنا حاجه تانيه ان احنا بنكلبش العربيه، يجي عشان يفك الكلبشه ندفعه غرامه عشان نفك له الكلبشه عشان نضمن ان الحديد ده ما يرجعش تاني. يعني نشيل الحديد نفك له الكلبشه ندفعه غرامه. فصحفيه كلبشنا لها العربيه، فجاية بتقول لي انا الصحفيه فلان فلانيه وعايزه تفك الكلبشه من غير ما تدفع الغرامه. لا يا فندم، بذوق وبظرافه يعني حضرتك لو طلبتي مني كده يبقى انا بقيت فاسده، دخلت في منطق الفسد ان انا بطبق القانون على حد وما بطبقش على حد تاني. العربيه بتاعتك اتصورت وهي متكلبشه وخلاص وخدنا فيها الاجراء، لازم تتسدد الغرامه. تسدد الغرامه تفك الكلبشه. يعني اذا اقدر اقول في خلاصه الكلام استاذه ماجده ان المواطن مش بعيد قوي عننا، يعني ممكن نجيبه. ايوه يعني ما هوش مزرجن، بس هو يشوف في عداله وفي اتقان يجي منه. يعني انا امبارح المواطنين بيقولوا لموظفين عندي احنا رغم انها جديده في شغلها لكن احنا مبسوطين ان بقت في دوله وفي قانون لازم نحترمه وفي قانون لازم يتطبق ويتنفذ، احنا مبسوطين من ده. طيب شفتوا بقى يعني الناس مش زي ما انتم الناس بتقولوا ان هي اصلها مش مفيش حد اصله بيطلع فاسد. انما لما بيلاقوا هيصه كلنا بنزغرط هيصه. فعلا. انما يعني انا بشكرك جدا استاذه باشمهندس سعاد حلمي رئيس فعلا. حي وسط الاسكندريه، استاذه ماجده عبد الحميد رئيس حي مازن، انا بشكرك جدا. نموذج بيقول ببساطه ان الواحد، انا قلت لكم مصر فيها هيكل اداري رائع، يعني من رئيس الدوله لرئيس الوزراء للوزراء للمحافظين للمحافظه الكبيره زي القاهره فيها مساعدين او نواب لرؤساء احياء، ومن هنا بتبدا القصه. يعني من عند الاستاذه باشمهندس سعاد ومن عند الاستاذه ماجده بتبدا قصه البنى الحقيقي، مش كده؟ تمام. يعني انتوا الحاجه الاصليه. طبعا. الحي يتطور، المحافظه تتطور، ايوه البلد تتطور. طبعا ممكن. ممكن طبعا، ده اكيد يا فندم. بالامكانيات المحدوده. ممكن بالامكانيات المحدوده. بالتعاون. لو كلنا التعاون مش بس الناس الغلبانه، لا كلنا التعاون من الناس اللي عايزه واسطه. كلنا الناس اللي عايزه واسطه لازم تختشي شويه. يعني احنا عندنا دلوقتي بقى في لينك بيننا وبين المجتمع المدني كويس، تلاقي في مجموعه راصدين تطوعي. يا سلام، شباب وكبار. والله وكبار. لا احكي لي راصدين تطوعي، يعني في ناس في الحي
تبلغك. رصيدين احنا شغالين على الواتساب، يبعتوا لي صور للمواقف، كذا في كذا في كذا، في هنا كذا، في هنا اشغال، في هنا قمامه، انت عارفه العربيه ما جاتش النهارده. عارفه ليه حصل التواصل ده؟ لان لقوا في جديه، في حد عايز يصلح بالظبط، يقوم الناس تعاونت. حاجه حلوه جدا والله يا فندم. بيطلبوني الحقيقه استاذه ماجده، في المكان اللي انت عملتي فيه شغل كذا حصل فيه كذا، الحقي. فبص يعني الناس لما بتلاقي المسؤول معاهم بيساعدوه على طول حضرتك بالتليفون فورا، الحقي يا مدام. يعني انا امبارح الساعه 11 بالليل بيكلمني مواطن بيقول لي الحقي مدام ماجده، في صرف صحي حصل دلوقتي حالا في شارع عبد الحميد بدوي، الحقي. ف شيء يعني طيب، اكثر من رائع والله. طيب عشان بس ما تقولوش المصريين متخاذلين وعايزين وبتاع، لا لا لا، لما بيلاقوا الحاجه بجد مع احترامي لحضرتك، لما بيلاقوا مسؤول عايز يشتغل بجد وينتج بجد ويعمل لهم مجتمع وافي الاحتياجات بيساعده. انا بشكرك جدا، بشكرك وبحييك وربنا يوفقك، وان شاء الله تعملي شغل كويس جدا باذن الله. ان شاء الله، وان شاء الله تكون بدايات دي لتواجد المراه في هذه المراكز الحساسه والتي تتصل مباشره بتفاصيل حياه المواطنين اليوميه واللي عانينا من فساد فيها. ايوه يعني تجاوز الركب بكتير. بشكر حضرتك جدا، شرفتينا يا فندم. تصبحوا على خير.